المغرب ولا الجزائر؟ مغرب. حيا الله مغرب، تفضل. السلام عليكم الحاج واد. عليكم السلام مولانا ورحمة الله وبركاته. أنا فقط أريد أن أعتذر إن قبلت اعتذاري، يعني مرة كنت اتصلت بك ودسأت إليك. ما في بأس. أخونا أنا ما أحمل في قلبي، يشهد الله ما أحمل في قلبي لي، وأنا ما أعرفك الآن، وظاهر أنت شاتمني راجعني بشتمة. لا لم أشتم. لا عاد شو مسوي لي؟ أنت الآن الظاهر كله يشتمون بي، ما أعرف شنو القضية. عفو الله عنك. تفضل أخونا، تفضل تفضل. المهم كنت اتصلت مرة يعني على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم في التبليغ، ووقع نقاش بيننا ويعني وتم يعني قطع الخط. وفي المرة الثانية يعني اتصلت وكان يعني نقاش حاد، وكان يعني ولم أكن يعني صراحة أعرف يعني البرنامج ولم أكن أتابعه، يعني كانت نظرة يعني على البرنامج السوداوية صراحة. ثم يعني بعد صوتي أساءت إليك، يعني عفى الله عن نسأل فهذا هو الأمر، وأطلب الآن يعني إن قبلت اعتذاري. ونحن مقبلين على رمضان واليوم الجمعة والله أنا مو فقط أقبل اعتذارك، أسأل الله العلي العظيم أن يبدل السيئات إن كانت سيئات بحسنات، أسأل الله أن يغفر لك ولوالديك، والله الله يرحم البطن اللي حملتك، والله يخلي لك الوالد، والله يحفظك. وأنا صدقني أنا ما أتذكر لين اتصالات، صدقني أنا في قلبي وفكري يعني مو فقط، وهذا الكلام يعني أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، ما أحمل الضغينة لأي إنسان. ليش؟ لأن مثل ما أنا أفترض أنني أخطأ، لذلك يجب أن أتحمل الباقين أنهم يخطون. فأنت مكانك القلب، وأنا إذا كنت أخطأت في حقي فأنا مسامحك، وأساساً أنا ناسي القضية، وأنت أخ عزيز ومكرم، وهذا برنامجك ما دام كنت ماخذ نظرة سيئة، لكن من خلال المتابعة أنا أقول أول أسس النجاح أخونا الكريم أن تجعل الطرف الآخر يستمع إليك. عندما يستمع ويجد المنطق والعلم، وهي الدنيا أنه مرة إنسان يعني يرضى عليك والآخر لا يرضى عليك، ومرة يرضى ويغضب، ومرة واحد يزعل إلى آخر. فأنت أخ عزيز ومكرم وشرفت كل الشرف بي. جزاك الله خير. الله يرحمه. رحم الله والديك. الله يرحمه. شكرا جزيلا. الله يبارك. الله يبارك. الله.